هل يسهم تخصيص يوم عالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا في معالجة الظاهرة؟ أهلا بكم في نقطة حوار. الخامس عشر من مارس أذار هو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة ليكون يوماً عالمياً لمكافحة الإسلاموفوبيا بهدف زيادة الوعي بتلك الظاهرة التي تنامت خلال الأعوام الماضية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصف خلال فعالية بهذه المناسبة الإسلاموفوبيا بأنها سم، وقال إن مسلمي العالم يواجهون في كثير من الأحيان تعصبا وتحيزا لا لسبب سوى عقيدتهم. كما أفاد تقرير صدر مؤخرا عن المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون حرية المعتقدات بأن الكراهية الصريحة تجاه المسلمين وصلت لأبعاد وبائية. يشير موقع الأمم المتحدة إلى جملة من مظاهر التمييز التي يتعرض لها المسلمون خاصة النساء في المجتمعات الغربية، منها الحصول على السلع والخدمات والتعليم والعمل. فهل يسهم تخصيص يوم عالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا في معالجة هذه القضية؟ معكم اليوم إيمان القصير. تواصلوا معنا هاتفيا، الرقم هو 0044 2038752989 أو على إيميل البرنامج أو على فيسبوك وتويتر. أهلا بكم. كعادتنا نبدأ بالمشاركات التي تصلنا أونلاين على كافة النوافذ الإلكترونية الخاصة بالبرنامج، لنطالع في البداية بعض الإسهامات التي وصلت منكم حيث تفاعل الكثير من متابعينا مع موضوع نقاش اليوم. إذ يرى جواد أبو علاء أن اليوم العالمي لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا غير كاف ما لم يكن هناك وعي لدى الشعوب الأوروبية بالجوانب المضيئة للإسلام الحقيقي الذي يدعو إلى التسامح وإلى نبذ العنف والكراهية وعدم التمييز واحترام الحريات. في المقابل يتساءل مهند السعيدي قائلا: كيف نريد من العالم ألا يتخوف منا وفينا من يمجد أعمال داعش؟ كيف نريد من العالم أن يرى الإسلام الحقيقي وفينا من يسوقه قرينا للذبح والسبي؟ إذن كما ذكرنا، هذه فقط عينة من الآراء التي وصلتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ندعوكم إلى مواصلة الإدلاء بالرأي والتعليق. سنتوقف مع بعض المشاركات بشكل مفصل لاحقا في سياق هذه الحلقة من البرنامج. الآن معي مجموعة من المشاركين معنا في حوار اليوم عبر خدمة الزوم. معي زينب من السويد، إيناس من تركيا، محمد من ألمانيا، وبشير من فرنسا. سوف نستمع لآرائهم بعد قليل، ولكن في البداية نرحب بضيفنا عبر سكايب من مالمو، الأستاذ مصطفى عيسى، رئيس رابطة الجمعيات الإسلامية في السويد. أستاذ مصطفى، أهلا بك ومرحبا معنا. أهلا بك أستاذة إيمان، ومرحبا بجميع المشاهدين الكرام. يا هلا بك. دعنا ندخل في الموضوع دون تضييع أي وقت. الاحتفاء بهذا اليوم من قبل الأمم المتحدة هو أقر فقط أستاذ مصطفى قبل عام، يعني هذا هو الاحتفال الأول على ما يبدو بهذه المناسبة. هل تأخرت الأمم المتحدة في هذه الخطوة وكيف تراها؟ أنا أعتقد أنها خطوة إيجابية بشكل عام، ربما تأخرت صحيح، وأعتقد أنها خطوة إيجابية وتساعد على مكافحة هذه المشكلة الموجودة في العالم. ولذلك أنا أريد أن أنبه إلى أن اليمين المتطرف أو العنصري أو النازي يحاول إلغاء هذه المشكلة ويتكلم عن الإسلاموفوبيا وكأنها ردة فعل بشرية طبيعية من الناس حيال ما يقوم به المسلمون. أما اعتماد الأمم المتحدة لهذا اليوم والتركيز عليه ومحاربة الإسلاموفوبيا، فأعتقد أنها إشارة مهمة من الدول والأمم المتحدة بأن هذه مشكلة حقيقية ويجب التعامل معها. طبعا سوف نعرض للظروف بشكل خاص داخل السويد كدولة، يعني تم الحديث مؤخرا عن تقارير وردت فيها أو جذبت الاهتمام مؤخرا بسبب بعض الأحداث التي يعني دعت البعض الحديث عن الإسلاموفوبيا، مسألة حرق المصحف ومظاهر أخرى. ولكن دعنا لو سمحت لي أستاذ مصطفى نستمع لبعض الآراء من المشاركين معنا عبر الزوم ونعود إليك بالتأكيد. أبدأ في البداية مع زينب. أهلا وسهلا يا زينب.
أهلا فيك. هل تسمعينني جيدا الآن؟ نعم. طيب، دعينا نسأل عليك أو نطرح عليك السؤال الأول، وهو إلى أي مدى يمكن أن يسهم تخصيص يوم عالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا في التصدي لقضية كهذه؟ يوم واحد بالسنة يعني هلا هو شيء إيجابي، خطوة بالاتجاه الصحيح، بس للوضع اللي نحن وصلنا له اليوم مش كافي يوم واحد بالسنة. نحن صرنا مجبرين نشتغل كل يوم بالسنة تنقدر نتصدى هذا الشيء اللي وصلنا له بالإسلاموفوبيا اليوم. طيب يا زينب، بما أنك في السويد كما أفهم، هل أنت شهدت أي نوع من التمييز فيما يتعلق بمسألة الإسلاموفوبيا شخصيا؟ هل استمعت من أصدقاء، من أقارب، من أناس يعيشون من الجالية العربية أو المسلمة هناك؟ أكيد أكيد، يعني بشكل دائم الواحد عم من أصدقاء ولا من يعني بالعمل بشكل دائم عم نشوف هيدا الشيء، وعم نشوف بالذات كيف الضغط كمان عم بيكون على النساء المحجبات، إن كان حتى بالوظائف كتير نساء اليوم عم تنجبر تقلع الحجاب تقدر تتوظف أو تكمل، فكتير عم كتير في بالذات بنقطة النساء والحجاب يعني كتير عم بيصير ضغوطات. هل في أمور حياتية أخرى أيضا يتم فيها التمييز برأيك؟ نحن الوضع اللي واصلينه بالسواد يعني انا عم شوف انه تقريبا صار بكل شيء، يعني ما عاد في مهرب منه، ان كان بالمدارس بين الاطفال ولا ان كان بالعمل، ان كان عند النساء تسكير المدارس المسلمه، يعني بالشكل اليومي حتى بالاعلام السويدي، يعني اي مقال عم ينزل ما عاد في كلمه مسلمين، في كلمه الاسلاميون، فبشكل يومي هذا الشيء عم نشوفه نحن. طيب، أرجو منك أن تظلي معنا يا زينب لأننا نواصل الحوار، طبعا سنعود لك للمزيد من التعليق والمشاركة. الآن إلى أستاذ مصطفى مرة أخرى، يعني الصورة النمطية عادة عن دول الإسكندنافية أستاذ مصطفى، عادة أنها تتمتع بالرفاهة ويعني ليست ضالعة كثيرا في تاريخ استعماري أو ما شابه، وبالتالي بالنسبة للبعض هي تعتبر مثالية للغاية، وهذا ما دفع الكثير من الناس ربما للجوء إلى هذا البلد. هل هذه صورة مبالغة فيها يعني؟ هو أكيد السويد، مملكة السويد من أفضل دول العالم في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، هذا مفروغ منه، لكن هذا لا يعني أنها لا تعاني من الرصيد العنصري والتاريخي الموجود في هذا الجزء من العالم. هناك مشاكل وتحديات بخصوص المسلمين وغير المسلمين، بكل الأشخاص الذين لا يظهر عليهم أنهم من أهل البلد الأصلي، هناك تحديات كثيرة جدا، وهي تحديات تعترف بها الحكومات السابقة والحكومة الحالية، يعترف بها الشعب. وهناك أيضا صورة مبالغة، السويد نجحت بشكل كبير في إظهار محاسنها، وربما لم تصل الصورة الكاملة والواقعية عن شكل الحياة في السويد لمن هم خارج السويد، فتأتي بعض الأخبار فتكون بمثال الصدمة لهم عن واقع حياة المسلمين وغير المسلمين في السويد. طيب، إلى أي مدى أسهمت قوى اليمين المتطرف في أوروبا عموما وطبعا في السويد، بما أننا نتحدث عن الحالة السويدية الآن كنموذج ليس أكثر طبعا، في تغذية هذه النزعة، نزعة الخوف من الأجانب، من المسلمين، بهدف ربما استخدام ذلك للحصول على مكاسب سياسية ما؟ نعم، هو هذا هو الهدف الأساسي للأحزاب العنصرية والأحزاب التي لها جذور نازية بشكل واضح، هي أنها تريد الوصول إلى السلطة وتغيير السياسات بشكل جذري حتى يعودوا إلى حلم يجدونه عندهم، أن السويد كانت في يوم من الأيام كذا وكذا وكذا، وعندما وصلت هذه المجموعات إلى السويد بدأت المشاكل. وهناك للأسف من المسلمين من تبنى هذا الخطاب، مع أن الأبحاث الأكاديمية والتقارير تشير إلى أن بعض الأفكار والتصورات العنصرية عن المسلمين موجودة في السويد من أكثر من 600 سنة، يعني قبل ما يوصل اللاجئين من سوريا أو العراق أو الصومال أو أي بلد آخر في العالم، فهذه الصور أصلا موجودة ويتم تغذيتها واستغلالها من هذه الجهات للوصول إلى الحكم. ونلاحظ للأسف ضعف في التعامل من بعض الأحزاب التي نتوقع منها أن تكون جادة أكثر في
التصدي إلى هذه الروايات وهذه القصص وهذه التصورات، وأن تأخذ موقفا حاسما تجاهها. نلاحظ للأسف ضعف شديد وربما في بعض الأحيان إهمال في التعامل مع هذه القضية بشكل جذري، ومع أن هذا اليوم الذي اختير هو 15 مارس يصادف أيضا مجزرة كريست تشيرش في نيوزيلندا، ولذلك أنا من هذا المنبر يعني أدعو للشهداء بالرحمة ولذويهم بالصبر والسلوان إن شاء الله تعالى. فهو يعني نرى أن الإسلاموفوبيا تؤدي إلى أمور عنيفة جدا جدا حصلت في نيوزيلندا، وهناك أيضا حوادث داخل السويد أدت إلى مقتل ناس بسبب جرائم صاحبة أو ذات خلفية إسلاموفوبية. أستاذ مصطفى، اسمح لي أن أشرك معنا في الحوار الآن بشير، هو من فرنسا. أهلا بك ومرحبا يا بشير. أهلا وسهلا، أسمعكم. أهلا وسهلا. تنسيقية محاربة الإسلاموفوبيا في أوروبا تحدثت عن أرقام صادمة في تقريرها السنوي الذي يتعلق بانتشار كراهية الإسلام في مختلف الدول الأوروبية بشكل عام، ولكنها خصت فرنسا على وجه الخصوص. لو تطلعنا على الأوضاع، هل يمكن القول بأنه بتسليط الضوء أكثر على هذا الأمر، على هذه القضية، خفت الأحداث هذه داخل فرنسا؟ ما هي تجربتك؟ في الحقيقة تجربتي أولا يعني شخصية، أنا مسلم وهناك 2 مليار تقريبا من المسلمين في العالم، أي 1 من 4 على هذه الكرة الأرضية هو مسلم. وعندما أشاهد أنا في هنا في باريس أشاهد أناس يقفون أمام السفارات ويقومون بحرق القرآن الكريم، أعتبر هذا أمرا صادما للغاية. والأكثر حزنا هو ردة الفعل يعني المائعة جدا والمرتخية التي تعتبر هذا من ضمن يعني حق التعبير. وعلى المستوى الشخصي، أنا ابنتي كانت في يوم من الأيام على رصيف المترو في باريس، وأحد الناس أتى وأراد دفعها لقتلها أمام المترو. هل هي محجبة؟ هل هي ترتدي الزي الإسلامي؟ نعم، ترتدي يعني غطاء الرأس، وبطبيعة الحال في الشارع لا يحق لأي كان أن يتدخل في لباس غيره. ومثل هذه الأشياء فوق أنها صادمة، هي تبث الرعب والخوف داخل المجتمعات. وأعتقد أن كل ما يتم من غلق المدارس وتقديم المسلمين على أساس أنهم متهمين باستمرار، ثم تلبيس هؤلاء المسلمين الأعمال الإجرامية والإرهابية التي تمت مثلا في فرنسا، كل هذا من الروافد التي أدت إلى ارتفاع موجة الكره المرضي، كره مرضي الآن لشيء اسمه الإسلام، والخلط في كل اتجاه. يعني كل شيء يسمونه إسلاميست 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 على مدار اليوم، ثم الحملات الإعلامية التي تحرض وتبث هذه الكراهية في نفوس الناس. طيب. والأخطر من ذلك أنهم لا يدعون أهل التخصص لكي يتحدثون معهم، لا يدعون المسلمين لكي يستطيع المسلمون أن يردوا على هذه الأشياء، إنما هي نغمة واحدة وصوت واحد في اتجاه واحد، وهذا للأسف لا يكفيه يوم واحد لمحاربة. طيب أستاذ بشير، طبعا سنواصل معك الحوار، ولكن أعود لضيفي مرة أخرى من السويد أستاذ مصطفى. من بين المشاركات التي قرأتها في البداية، مشاركة من شخص يقول يعني أنه وكأنه يحمل المسؤولية للمسلمين أنفسهم أو بعض هؤلاء المسلمين بتبني أو تشجيع أعمال جماعات إسلامية منها داعش، وذكر داعش على وجه الخصوص. نعم. كيف ترى هذا الطرح؟ هذا طرح يعني معروف، ورد عليه رد سهل جدا جدا. المشكلة طبعا لا نحمل المشكلة بالكامل للإعلام، لكن هناك مؤسسات إعلامية تعمل بشكل مستمر على إيصال قصة واحدة عن المسلم أو عن المسلمين. وأذكر هنا أحد الدكاترة المشهورين الذي توفي في السويد اسمه هانس روسلينغ، كان من أمهر الدكاترة الذين يتكلم في الإعلام عن على كثير من القضايا الصحية، لكن أيضا له مشاركات في هذه القضايا تحديدا. ففي إحدى اللقاءات قال: أنت لو الآن ونحن في هذه المقابلة وأنت تشير بالكاميرا فقط إلى حذائي المتسخ ولا تشير إلي إلا ربما في ثواني معدودة جدا، قد يعتقد الناس أنني حذاء، وأنا لست كذلك، أنا أكثر من ذلك بكثير. فلذلك عندما يشارك الإعلام أو بعض الأحزاب السياسية في نشر صورة واحدة أو قصة واحدة عن المسلم،
بالطبع سيعتقد المسلم وسيعتقد غير المسلم أن هذا هو الإسلام وهذا هم المسلمون، وتبقى القصص الأخرى بعيدة عن القدوم إلى الشاشات أو إلى الروايات التي تصل إلى الناس، وهذا جزء من الإشكال ومن التحديات التي نعاني فيها، وأننا نحاول إبراز صور أخرى. هناك مسلمون آخرون يقومون، أصدقائك في العمل، أصدقائك في المدرسة، جيرانك هم أيضا مسلمين ولا يؤمنون بهذه الأمور التي ربما يركز عليها الإعلام أحيانا. طيب ماذا يمكن للحكومات الغربية أن تفعل ربما للحد من هذه الظاهرة؟ أعرف أنك في يعني تعترض على مسمى الظاهرة في المقام الأول، أليس كذلك؟ نعم، احنا عندما نتكلم عن الإسلاموفوبيا لا نتكلم على ظاهرة، لا نقول أنه شيء ربما بدأ مع 11 سبتمبر مثل ما كثير من الروايات تقول أو إلى آخره، وإنما كما ذكرت في بداية المقابلة تصورات الإسلاموفوبيا عن المسلم، وهناك باحثين في السويد وخارج السويد من كتبوا في ذلك كثيرا، قضية التطرف، قضية اضطهاد المرأة، قضية الإرهاب بشكل يعني بمصطلحه ذكر عن المسلمين من أكثر من 600 سنة في بعض الروايات الموجودة في السويد، ولذلك لا نستطيع أن نحمل المسلم هذه التصورات بشكل كامل، وإنما نقول أكيد أن هناك من المسلمين من يخطئون ويتحملون مسؤوليتهم، لكن بشكل فردي ولا يتحمله مجموعة كاملة، ولذلك لا نقول هي ظاهرة الإسلاموفوبيا، وإن هي مشكلة حقيقية موجودة لها تاريخ ولها جذور ولها أصول. نعم. وفيها دراسات كثيرة جدا. طيب سأعود إليك بعد قليل، ولكن أرحب بإيناس. يا أستاذ مصطفى رحب معي بإيناس، هي من تركيا مشاركة معنا في الحوار، أهلا وسهلا يا إيناس. أهلا بكم. أهلين. طيب أنت يعني سيدة تعيشين في تركيا، ولكن البعض سيقول ربما ليس هناك أي مظاهر للإسلاموفوبيا في تركيا باعتبارها أنها دولة إلى حد ما يعني إسلامية، وإن كانت فيها أيضا نوع من الحرية، الكل يرتدي ما يريد، أليس كذلك؟ صحيح طبعا، مثل ما تفضلتي في تركيا هناك سقف عالي من الحرية، وبطبيعة الحال هو أغلبية الشعب مسلم، ولكن يعني العلمنة هي موجودة في كثير من يعني في أجزاء كثيرة وفي أحزاب كثيرة، وبطبيعة الحال تأثرت تركيا بالإعلام الذي يقول أن الشخص الذي يمارس مثلا الإسلام بشكل ظاهر هو شخص نوعا ما متخلف، حتى المحجبات صحيح الآن ما فيش عليهم أي ضغوطات، لكن ما زال هناك صورة كأنه هو صورة نمطية أنها أقل درجة أو أنها تحظى بفرص أكثر إذا كانت من دون الحجاب مثلا، برغم أنها دولة مسلمة يعني. وانا اعتقد كل هذا صحيح، وهذا امر لافت يعني انه كنت اتوقع انه ربما لن تكون هناك بعض او اي شكل من اشكال التمييز ربما على الاطلاق. لا هو بالشك يعني لا شك ان هناك تمييز، لانه هو الاعلام الموضه الماكينه هذه كلها الحديثه توجه الناس الى ان يتعاملوا مع الاشخاص المتمسكين بالاسلام او الظواهر الاسلام او المظاهر الاسلاميه سواء كانت زي او حتى عبادات بشكل ملتزم، دائما هناك نظره طبعا لانه كان على مدى عقود يعني سواء كان بالتعليم والاكاديمي والبحوث انهم يطلعوا المسلمين ارهابيين وكذا، او حتى مثل ما قلت لك يعني الدراما والسينما دائما ما تضع الشخص الملتزم الملتحي او الامراه المحجبه انها غير ذكيه، انها اقل درجه، في اجمل الحالات هي ليست في دور البطوله يعني هذا في افضل حاله. فبالطبع صورة ما زالت موجودة، ما زالت المحجبات هنا يعني يعانين من بعض، ليس اضطهاد وإنما نوع من التمييز، في الوظائف يفضلون طبعا الإنسانة غير محجبة، في الأعمال المهمة المرأة المسموعة أكثر يعني تحظى بأصوات أكثر إذا كانت مرتدية على الستايل الحديث وهكذا، وكذلك في الرجال يعني لا تجد شخص ملتحي أو مرتدي رداء مثلا يعبر عن معتقده كما يريد إلا ويعني تم إسقاط أحكام عليه أو تحاشيه أو واجه مشاكل برغم أنها دولة مسلمة. طيب يا إيناس خليني أستمع من محمد الأمين، أرحب به، هو ينضم إلينا من ألمانيا. كيف تبدو الصورة في ألمانيا؟ هل هناك ربما تراجع في حوادث كتلك توصف بأنها تصنف كنوع من كراهية على أساس الدين أو العرق مثلا؟ طيب السلام عليكم. هو في ألمانيا الموضوع يختلف حسب المناطق، سواء كان في غرب ألمانيا أو في
شرقي المانيا. على سبيل المثال انا اعيش في مدينه مثلا يسمونها هم مدينه السلام، هذه المدينه مليئه بالجاليات الاجنبيه متسامحه جدا، تشاهدين الحجاب هنا عادي كانك في احدى مدن الشرق الاوسط، الاتراك السوريين الافارقه. فهنا الموضوع يختلف قليلا عن ما يدار في الاعلام او ما نسمع. هو الموضوع غالبا ما يزداد سخونه ما بين الانظمه السياسيه والاحزاب وما شبه ذلك، خاصه اليمين واليمين المتطرف كما نرى في فرنسا وفي المانيا وفي بعض الدول الاوروبيه. زائد ذلك الذي ازكى هذه الكراهيه هي الدكتاتوريه التي تمسك بالاسلام السياسي. هنا القوانين حاسمه جدا، يعني ما في مجامله، التسامح اصبح يعني اكثر من انا مشاهدتي خلال العشر سنوات الاخيره. ربما ارتفع التسامح، ارتفعت اشياء وقيم كثيره، يعني تشاهدينها في محطات القطارات، في الاماكن العامه محجبه او من اصول تركيه او اصول مغاربيه، واصبح الموضوع هنا عادي في غرب المانيا ان انجاز التعبير. لكن رغم ذلك نسمع في الـ في الـ في الاعلام يعني احيانا تثار بعض النقاط وبعض القضايا هنا وهناك، ولكن تظل مرتبطة بتيارات معينة في أوقات معينة، الانتخابات وما شابه ذلك، كما شاهدنا في فرنسا الفترة الأخيرة. يعني القضية يسلط عليها يا محمد الضوء في 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 أوقات بعينها كما أفهم من كلامك، ربما لخدمة أحداث سياسية، انتخابات أو ما شابه. سنواصل معكم جميعا الحديث، ولكن دعونا نستمع لبعض المداخلات التي وصلتنا أونلاين، ربما نجد فيها من النقاط ما يمكن التعليق عليه، حيث يواصل المشاركون في حوار اليوم التعبير عن الآراء حول موضوع النقاش. منهم مثلا هشام نصير الذي يرى أنه مع صعود اليمين المتطرف في الغرب سوف تزداد الكراهية والعداء للإسلام والمسلمين تحت سمع ونظر جميع الحكومات دون اتخاذ أي إجراء حاسم. أما مرتضى فغرد يقول لنا: هناك مؤسسات غربية تروج للخوف من الإسلام وتعتمد على السلوك الخاطئ الذي يتبناه بعض المتشددين وتسوقه على أنه الإسلام أو على أن الإسلام دين عنف وكراهية، وفي ذات الوقت تغييب الصورة الحقيقية للإسلام المتسامح والمتعايش مع الآخر. في رأي مقارب غرد السيد العراقي قائلا: الإسلام دين تسامح وأخلاق، ولكن مع الأسف أصبح العالم ينظر إلى الإسلام على أنه دين تطرف وقتل بسبب بعض الجماعات التي أساءت إلى الإسلام مثل داعش. هذه نقطة سبق وأن أشار إليها بعض المشاركين في بداية الحلقة أيضا. عن مدى انتشار الإسلاموفوبيا، يرى عبد الناصر صالح أن ظاهرة الإسلاموفوبيا موجودة في المجتمعات الغربية منذ زمن، يتفق على ما يبدو مع أستاذ مصطفى في هذا الحديث، لكن ازدادت حدتها في الأونة الأخيرة بسبب أحزاب اليمين المتطرف وبسبب ربطها المسلمين بالهجرة غير الشرعية. طبعا أدعوكم للمواصلة بالرأي والتعليق، ربما نعرض للمداخلات التي تصل إلينا منكم. لكن مرة أخرى نعود للأستاذ مصطفى في سؤال أخير، لأنه كنا بنسأل عن يعني مسألة اهتمام الأمم المتحدة وتسليط الضوء على هذا الموضوع والتصريحات التي سمعناها من جوتيريش فيما يتعلق بأن الإسلاموفوبيا سم، هذا هو ما وصفه، والإقرار بأحداث كبيرة تقع وأنها أصبحت وبائية هذه الحوادث في عدة دول غربية تجاه المسلمين. ماذا يعني ذلك وكيف يمكن البناء عليه؟ حقيقة بداية أنا أشيد بكثير من مواقف الأمم المتحدة أو حتى الاتحاد الأوروبي في هذه القضايا التي تهم المكون المسلم في أوروبا. نحن الاتحاد الأمم المتحدة عفوا لديها لجنة تقوم بمتابعة طبيعة التمييز والاضطهاد في كثير من القضايا في داخل الدول الأوروبية جميعا، وتقدم الدول تقارير تكتب فيها أن حالة الاضطهاد ضد المسلمين أو التمييز شكلها 1، 2، 3. ونحن كمؤسسات إسلامية شاركنا في كتابة ما نسميها بتقارير ظل أو موازية
أرسلناها أيضا للأمم المتحدة لتوضيح هذه الصورة. عن أرسلنا أكثر من تقرير، تقوم الأمم المتحدة بمتابعة هذا الموضوع كل 4 سنوات، فنحن الآن بصدد إرسال التقرير في هذه القضية لإيضاح أشكال الإسلاموفوبيا في السويد. وأعتقد أن هذه خطوة يجب أن تقوم بها يعني المؤسسات الإسلامية الأخرى في الاتحاد الأوروبي وتقديمها للأمم المتحدة، لأنها خطوة تساعد السويد على وضع إصبعها على أشكال أستاذ المشاكل. مصطفى اعذرني في السؤال هنا، يعني في المقاطعة، هل هناك مظلة إسلامية واحدة أو للمسلمين داخل السويد تضم كافة الجهات؟ لا، هناك تنوع بين المؤسسات الإسلامية حسب المشارب المذهبية والفكرية، لكن تجمعنا في هذه القضايا والحمد لله بعض المظلات التي نحاول التحرك فيها. طيب، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ مصطفى عيسى، كان معنا من السويد. ومرة أخرى نعود للمشاركين معنا عبر الزوم. زينب، أهلا بك ومرحبا مرة أخرى يا زينب، لنستمع لرأيك الآن. وفيما تعلق هذه النقطة التي تتحدث عن دور الجاليات المسلمة في احتواء هذه القضية، لأنه عادة يلقى عليهم اللوم بأنهم لا يقومون بالاندماج بشكل كامل في المجتمعات الغربية التي يعيشون فيها، ما ردك على هذه النقطة؟ يعني هلا هون الاندماج شيء والاسلاموفوبيا شيء ثاني، ما دخل هيدا بهيدا، يعني خلينا نخلي الدين على جنب والاندماج شيء ثاني. بعتقد انه نحن شفنا الاسلاموفوبيا عم بزيد سنه ورا سنه ورا سنه، والاحزاب المتطرفه كمان صعدت سنه يعني بهالسنوات اللي فاتت وصارت تزيد. الاعلام الغربي منه معنا اليوم، كل شيء بيوري هنيك هو عم بي يعني عم بيطعميه للاسلاموفوبيا، عم بيغذيه، عم بيكبره، لانه ما عم بيعاملونا نحن كفرد. يعني لما واحد بيغلط كمسلم عم نتحاسب كلياتنا اليوم، اما اللي احنا عم نشوف اليوم لما حدا تاني من دين تاني او من اعتقاد تطرفي تاني يتحاسب هو وما يتحاسبوا هن كجميع. يعني بظن لازم هلا وصل الوقت نحن كثير مرتخيين، مثل ما هن يعني بياخذوا وبيقوموا دغري انه لا هلا مثلا بدنا نبلش نكافح الارهاب. بعتقد انه وصلنا لوقت نحن صار لازم بشكل جدي وفوري نصير نكافح الإسلاموفوبيا اللي عم بتصير، وهن يتحملوا دور كتير كبير الأحزاب السياسيين الموجودين اليوم، الأحزاب المتطرفة اللي عم تنشر أفكارها، والإعلام هيدا لازم يتوقف هيدا الشيء. صار وقت إنه يبلشوا ينطفوا هيدي الصورة اللي هن شكلوها للعالم وكبروا فيها الإسلاموفوبيا بالإعلام تبعولهم بنفس الطريقة. هن لازم ينحط هيدا الشيء بشكل فوري. بعتقد كلياتنا شاهدنا، يعني حتى كدول مسلمة اليوم بنقول شو فينا نعمل يعني باتجاه الإسلاموفوبيا. بعتقد اللي عملته قطر كبلد مسلمة بالمونديال ما حدا عمله، بس للأسف بالإعلام الغربي ما يعني ما أخذت حقها. كيف استقبلت كل هالعالم من جميع الأديان، من جميع البلاد المعتقدات، وكان أحسن يعني هن بالفعل يعني ما صار في أي مشاكل أي تمييز أو أي شيء، بس تسلط الضوء فقط على السلبيات كما طيب زينب، خليني لانه ايناس اراها تتفق يعني مع الحديث، اليس كذلك؟ تتفقين مع ما تقوله زينب يا ايناس؟ صحيح صحيح. واضيف عليها انه اساسا هو احنا كنا نعتقد زمان بانه هناك خلل في ربما فيما يقدمه المسلمون، والماكينة الإعلامية اشتغلت على أن تهتز ثقة المسلمين بأنفسهم ويشعروا أنهم دائما تحت الاتهام ولازم يدافعوا عن نفسهم. لكن مع الوقت اكتشفنا أنه الموضوع أكبر من هكذا، هو صراع عقائدي قديم، صراع سلطة حديد، والآن يترجم بهذه الطريقة. مهما أثبت أو يعني العالم رأى مدى تسامح هذا الدين، ستظل العين الغربية تسلط الضوء على المساوئ وتكرر نفس الكلام، لأن أعتقد أن هذه وقود لهم، وقود لاستمرارية سلطة ما أو وقود لأحزاب ما. فالموضوع ما صار له دخل أنه
المسلمين ايش اللي لازم يعملوه، صار اكثر انه ايش الاعلام اللي بيقوله وايش الاعلام الغربي اللي جالس يروج له مهما قدم المسلمون صوره جيده عن الاسلام. طيب شكرا لك يا ايناس، طبعا ستبقين معنا للمزيد من النقاش، وطبعا اعود بعد قليل برضو الاستاذ بشير من فرنسا، ولكن ارحب الان عبر سكايب من لندن بالاستاذه رغد التكريتي الرئيسه السابقه للرابطه الاسلاميه في بريطانيا. استاذه رغد اهلا بك ومرحبا معنا في نقطه حوار اليوم. نتحدث اليوم عن ظاهرة البعض يقول أنها ليست ظاهرة لأنها موجودة منذ فترة طويلة وليست خلال السنوات القليلة الماضية، وأنه تم تسليط الضوء عليها فقط خلال السنوات القليلة الماضية. أريد أن أستمع لردك في هذا الموضوع تحديدا، وأيضا فيما يتعلق بالخطوة التي اتخذتها الأمم المتحدة قبل عام بالبدء في إحياء يوم أو تخصيص يوم لتسليط الضوء على الإسلاموفوبيا. طبعا طبعا في البداية أحييك وأحيي المستمعين والمشاهدين الكرام. طبعا ظاهرة تصاعد الإسلاموفوبيا هي حقيقة تظهر أزمة يعاني منها المجتمع، ولا تقع هي فقط على عاتق الضحية المجتمع المسلم، ولكنها مشكلة عامة تعبر عن مشكلة نفسية فكرية مجتمعية، وتقع عواقبها على المجتمع، ولا بد من أن يتحملها المجتمع في علاج مظاهرها وعلاج عواقبها. أنا أريد أرسم صورة، يعني فقط أبين للمشاهد، لأني لا أريد أن يخرج المشاهد وخصوصا من لا يعيش في الغرب فيشعر أننا كمسلمين مستضعفين في البلاد الأوروبية هنا في بريطانيا، بل بالعكس. هذه الظاهرة تتصاعد مع تقدم المسلمين في صفوفهم وفي مجالاتهم وفي مجتمعاتهم. يعني الوجود المسلم لو كان ضعيفا ما اهتم به أحد، ولكن ظاهرة أن يكون الاندماج بشكل حقيقي على كل الأصعدة، في الأصعدة على الأصعدة السياسية، على الأصعدة الإعلامية، في الرياضة، في الفن، في الموسيقى، في كل الأصعدة تجدين أسماء إسلامية متقدمة أصبحت هي لديها القوة في الضغط وفي التأثير في المجتمع. هذا ما لا يعجب، وخصوصا خلينا نركز اليمين المتطرف ومن يحالفه. المسألة نعم لا تفضلي أكملي الفكرة. نعم المسألة، فهذه ظاهرة أنا أظنها يعني يجب أن نقول أننا كمؤسسات وكأشخاص في لقاء مستمر مع السياسيين ومع المؤسسات التي تعني بحقوق الإنسان نطالب بحقوقنا، فنحن كلما قوينا كلما سنتعرض لهذه الظاهرة أكثر. فلا أريد أن يستمع المشاهد ويرى أن هناك مشكلة حقيقية في الوجود وأننا في بيوتنا خائفون، بل بالعكس نحن على تواصل مستمر نطالب حقوقنا كلها، ولا نقبل بأي عنصرية تجاهنا كما لا نقبله لغيرنا. طيب أستاذة رغد، في النقاط التي أثيرت قبل قليل استمعنا من زينب ومن إناس، تحدثتا عن مسألة أنه عادة ما يتم يعني تسليط الضوء على السلبيات فقط دون الإيجابيات، وأن هذا أمر أكيد متعمد ولن يتغير. نعم. هل يمكن تغيير ذلك الأمر؟ طبعا هو هذا أنا أعتبر حتى تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا هو تعبير عن فشل حكومي في تناول الملفات المجتمعية التي تتناولها. مثلا في ملف الاقتصاد هي دائما توجه الأنظار إلى أسهل ضحية، أسهل ضحية هو الفورينر، الغريب، المسلم الذي شكله يختلف عن المجتمع. كذلك في مسألة ملف الهجرات واللاجئين، كلها الخطابات التي تخرج من الحكومة لا تخدم علاج هذه الظاهرة وإنما تسعرها. نفس الشيء بالنسبة لخطاب، يعني وجدنا نحن في بريطانيا خصوصا شيء مستغرب أنه من وزارتي الداخلية الأخيرة بريتي باتيل وسويلا برافرمان هم أكثر من تكلم بشكل عنصري ضد اللاجئين، وهي تقريبا جعل اللاجئين والغريب والناس لا تفرق، تظن أن كل اللاجئين مسلمين وهذا هو ليس الحقيقة، فتجعلهم شماعة لفشلها في تحقيق النجاح في تلك الملفات. فهذا أمر كذلك يجب أن نبقى نتعامل ونوجه الأنظار أن فشل هذه الحكومات يجب أن لا تؤثر على نظرة المجتمع سواء اللاجئين أو المقيمين أو المسلمين من أهل البلد الذين أبائهم وأجدادهم نشأوا في هذه البلاد. طيب أستاذتي الفضيلة، أرجو منك أن تبقي معنا لنستمع لبعض المداخلات من الزومرز المشاركين معنا. مرة أخرى أعود للأستاذ بشير من فرنسا، إذا كان لديك تعقيب على ما أثير من نقاط ومسألة الاندماج والمسؤولية لدى الجالية المسلمة نفسها.
نعم، شكرا جزيلا. الحقيقة نحن لا نتحدث عن جالية، لأن جالية من الفعل العربي جلا، جلاء يجلو إلى آخره، بمعنى أنه ليس مقيما. نحن الآن كما تحدثت الأستاذة الآن في أجيال بلغت من الأهمية داخل المجتمعات الغربية، أنها تشارك 100% في الاندماج وفي الشأن العام، وتشارك في المجتمع المدني، وتشارك المجتمعات الأوروبية حياتها في إطار التعدد الثقافي والتنوع العرقي الموجود في هذه البلاد. فنحن الآن تقريبا في الجيل الثالث أو الرابع من المواطنين من جذور عربية إسلامية أجنبية إلى آخره. لكن الملفت هو أن هناك تركيز شديد على كره الإسلام وعلى هذه المواضيع، ونحن عندنا في القرآن مبدأ ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإذا كان قام أحد الناس بإجرام فإجرامه لابد أن يحاسب عليه، ولا تحاسب عليه يعني ملة كاملة أو دين كامل أو ثقافة كاملة بسبب هذا الإجرام. ما أقوله الآن هو نحن لا نعيش هذا الاضطهاد، ولكن قد نصل إلى مرحلة العودة لا قدر الله، إذا كان لم نقف جميعا لوقف هذه الحملات التحريضية ضد المسلمين، مع العلم أن الإحصائيات في العالم تشير إلى أن الضحايا، ضحايا الحروب وضحايا النزاعات، غالبيتهم من المسلمين. هناك دراسات تمت في فرنسا وأثبتت أن أكبر ضحايا الإرهاب وضحايا الإجرام هم المسلمون أنفسهم، يعني يوميا في الأخبار في الصومال، في اليمن، في هنا وهناك، في كل مكان، في الروهينجا، في شمال الصين، في بلدان عدة يعني يتعرضون إلى اضطهاد كبير. لذلك نحن لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة في أوروبا، نريد أن نعيش كمواطنين، يعني مواطنين من لنا جميع الحقوق والواجبات مثل بقية المواطنين. أشرك معنا محمد الأمين مرة أخرى من ألمانيا. محمد، أهلا، مرحبا، أهلا، ما رأيك فيما طرح من نقاط ومسألة تخصيص يوم عالمي هذا؟ هل هو من قبيل فقط البروباغندا، الدعاية، وكأن الأمم المتحدة تقول إنها تفعل كل ما تريد، دعنا نخصص يوما عالميا، وبالتالي قد يزيد هذا من وعي الناس في المجتمعات الغربية تجاه ظاهرة كهذه أو تصاعد هذه الظاهرة كما تفضلت الأستاذة رغد؟ هو بالتأكيد تخصيص يوم أو تسليط الضوء على الإسلام في حد ذاته حاجة مهمة جدا للآخرين الذين لا يعرفون الإسلام الحقيقي وليس الإسلام السياسي. الأمم المتحدة قد تكون موفقة بعض الشيء في إنها خصصت يوم للإسلاموفوبيا، لكن ربما هو المسمى قد يكون شوية، أو اسم اليوم قد يكون شوية في حد ذاته مرعب. إذا كان اختير اسم آخر بطريقة أخف كان يكون أحسن، لكن هو وإن طال الزمن لابد أننا نسلط الضوء على هذه النقطة. لابد الناس ترى النقاط الجميلة في موضوع الإسلام وما نغل عنه وما يساوم في بعض الأنظمة، خاصة ما بين اليمين واليمين المتطرف وهكذا. هو اليوم أغر تقريبا قبل عام أو صحيح قبل عام تحديدا، نعم، لكن هي الدول الإسلامية هي التي أغرت هذا اليوم. أعتقد باكستان هي التي اخترعت الموضوع، ثم صوت بقية الأعضاء في الأمم المتحدة. فلذلك الموضوع ما زال حتى الآن في بداياته، يعني لحد الآن حتى على المستوى الجاليات الاسلاميه والمساجد والجمعيات والمجموعات لا تعرف بهذا اليوم. انا موجود في مدينه اعرف ولدي على قد كثير من المجمعات الاسلاميه والمساجد، حتى الان لا اعتقد انه لديهم فكره عن الموضوع او هذا اليوم او لم يطلع. طيب خلينا يا محمد نسال المشاركين معنا سريعا، اذا مثلا زينب، هل كنت تعلمين بتخصيص يوم ام الامر جاء يعني كمعلومه جديده عليك يا زينب؟ صراحه ما كنت اعلم، لا، اجت كمعلومه جديده. طيب ذات السؤال لإيناس. إيناس، بس فعلا كانت طيب أستاذ بشير أيضا، هل
الماضية لما تم إقرار هذا اليوم كنت استبشرت وكتبت عن ذلك. طيب عظيم. عظيم. لله. طيب عظيم. إذن يبدو سيدة رغد أن الكل يعني يجد فيها خطوة إيجابية وإن كان يتم الإقرار بأن هناك المزيد من العمل مطلوب في هذا الأمر. أكيد أكيد. العمل من من؟ من المجتمعات الغربية، من الحكومات الغربية، من المسلمين، من من الجاليات المسلمة والمجالس الإسلامية؟ كل من يهتم بحقوق الإنسان ونبذ العنصرية، وكل من يعلم أنها لها عواقب كارثية على المجتمع بأكمله، ليس على الضحية فقط. يعني هذا أمر مهم جدا، ولذلك إحنا بالنسبة إن لما يعينون يوم إسلاموفوبيا، الحقيقة إحنا على مدار العام ونحن نتعامل مع هذه القضايا، سواء مع الشرطة، سواء مع القانونيين، سواء مع السياسيين، ولكن هذه فرصة ليش؟ لأن يعني نرفع هذا التكاتف والترابط مع المؤسسات، نقدم هذه كفرصة للتعريف بهذه المشكلة وليست بصورة سلبية. أنا يعني لا أحب أن نظهر بأننا ضحايا، وإنما نحن نريد حقوق للإنسان. يعني إحنا كثيرا في الرابطة الإسلامية في بريطانيا نضغط على الأحزاب بأكملها بأن تحقق في دوائرها وفي يعني على نطاق الحزب نفسه، لأن هناك كثير من الإسلاموفوبيا في صفوفها، ومع ذلك يتم رفض هذا الطلب مرة بعد الأخرى. ونرى حتى الحزب المعارض اللي هو كير ستارمر رئيس حزب العمال يرفضه بشكل فج، بينما معاداة السامية يتعاملون بها بخطى حثيثة. ونحن حتى المعاداة السامية يعني هي لا تقل ولا تزيد عن الإسلاموفوبيا. نحن ضد أي حركة عنصرية، ضد أي مجموعة يقوم يعني تحييدها أو تشكيل العوائق أمامها. فلذلك فأنا أظن هذا اليوم يجب أن تتكاتف فيه المؤسسات والمساجد، المساجد تفتح أبوابها، لأنه أحيانا نحن نرى أنه الحكومات والإعلام هي تشكل الفكر العام، والحقيقة هو ليس كذلك. الفكر العام يعلم أن هذه توجه توجهات سياسية، لذلك فنحن نتواصل في القاعدة الشعبية مع الناس من خلال المساجد، من خلال الأنشطة، من خلال المحادثات مع غير المسلمين والمسلمين كذلك، والاستماع لمشاكلهم، وكذلك على النطاق السياسي والإعلامي، بحيث نجعله يوما يكون فيه خليني أقول مهرجان إنجازات على هذا المستوى وعلى مستوى تحييد هذه المشكلة والقضاء عليها. طيب اسمحي لي أستاذتي الفاضلة أن نستعرض بعض المشاركات أونلاين مرة أخرى، هذه المرة عن الحلول. البعض يحاول أن يعني يتحدث عن حلول يمكن أن تتصدى أو تحد من هذه الظاهرة. مثلا ماهر أسلان يغرد ويقول: ما يساهم في الحد من ظاهرة الإسلاموفوبيا هو قناعة الغرب بأن الإسلام دين تسامح. أما علي الزناتي فيرى أن ظاهرة الخوف من الإسلام لن يمحوها يوم رمزي، لأنها نتيجة عمل مستمر من أحزاب اليمين المتطرف. أخيرا يؤكد معمر راجح أن تبني الأمم المتحدة اليوم عالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا يعد من أفضل القرارات التي اتخذتها المنظمة منذ تأسيسها. هذا هو ما يراه معمر راجح. آخر المشاركين معنا أونلاين. نعود إلى الزومرز مرة أخرى لنستمع سريعا من كل منهم. ربما عندما يحين ذات الوقت، إذا أحيانا ربنا طبعا العام القادم، ما الذي يعني يمكن أن نرجوه، أو يعني الصورة المثالية التي يمكن أن تحدث، أو طبيعة أي تقدم؟ أبدأ هذه المرة من محمد الأمين مرة أخرى من ألمانيا. هو طبعا أول الغيثي قطرة، مع مرور الزمن بالتاكيد حيكون اليوم ده يوم معروف، وزي ما الناس كانت بتعرف معاداه الساميه، وطبعا معاداه الساميه في اوروبا او في المانيا الناس بتتعامل معاها على غرار لا تنكا الجرحى القديمه بانني ودعت ليلا صغيرا ومظلمه. فتدريجيا الموضوع ان شاء الله تدريجي. طب لناخذ الاجابات سريعا حتى يعني نتيح الفرصه للجميع. استاذ بشير، اعتقد على المثقفين في كل مكان أن يتعاونوا من أجل تنظيم فرص لبث الوعي الصحيح حول هذه النقطة، مع العلم أنه توجد إسلاموفوبيا داخل البلاد العربية والإسلامية بشكل كبير جدا. والإسلاموفوبيا ليست خاصة بالغرب، يجب أن نكون عادلين
ولذلك الالتقاء المثقفين، تنظيم الفعاليات، تنظيم الأيام، شرح الأمور، وكذلك التبرؤ من الأعمال المسيئة التي تضر بالإسلام وبصورة الإسلام في العالم، هذا لابد من الناس أن يتحركوا فيه كجماهير وكمجتمع مدني. أتحول لإيناس من تركيا لأستمع لرأيها. نعم، أنا أظن بأن هناك مؤسستين تقع على عاتقهم هذه المسؤولية، سواء في الغرب أو في العالم العربي والعالم المسلم. أولا مؤسسة التعليم، لأن الموضوع نشأ ببحوث أكاديمية أيضا تؤسس لفكرة أنه حتى لو كان المسلمين أنفسهم بيعملوا أعمال فردية، تعالوا نناقش حتى الإسلام من داخله وشرحوه وطلعوا فيها أنه هو يدعو إلى العنف بحد ذاته، وأنه هو أساسه في كلمات عنيفة وهكذا. فأعتقد إذا حصل عملية نقد عميقة وأكاديمية وبحوث تكشف متى بدأت هذه الظاهرة وترد على هذه البحوث التي طلعت ويعني توثقت بهذا الخصوص، سيكون يعني خطوة جميلة. المؤسسة الثانية مؤسسة الإعلام، وهي مؤسسة مهمة جدا، الدراما والسينما. يعني أنا أتوقع إذا الآن بدأ الشغل على دراما والسينما إلى العام القادم، وحتى برامج تلفزيونية تظهر الصورة الحقيقية وتبتعد عن التنميط الحاصل على مدى عقود. حتى الآن في بعض الإعلام الذي يروج أنه إعلام ليبرالي ومختلف، لكنه أيضا لا زال ينمط بطريقة مختلفة. فأعتقد هؤلاء المؤسستين يعني ستقوم بعمل فارق كبير. طيب زينب، هل من ربما أمال مرجوة خلال العام القادم بالمزيد من التعريف بهذا اليوم تحديدا، والمزيد من التقدم في هذا المجال في مكافحة هذه الظاهرة؟ أكيد، ولازم من هلأ، لازم بشكل فوري من هلأ، من اليوم يعني، من قطع الواحد دغري يشتغل على هيدا الشيء من هون لهيدا لتيجي. بس مش ما حننطر لسنة الجاي اليوم الإسلاموفوبيا، لازم بشكل فوري حتى الدول الإسلامية كلياتها تتجه كمان للأمم المتحدة. كمان نحن عم نطالب بسويد مثل المعاداة الإسلامية، عم نطالب نفس الشيء بالنسبة للمسلمين، وبظن هذا الشيء لازم كلياتنا نشد عليه. أنا عم بحس شوي إنه نحن دائما لازم نكون عم ندافع عن نفسنا، وشوي عم شوف الفكرة هيدي مش مقتنعة فيها، إنه نحن اللي دائما لازم ندافع عن نفسنا، وهن من صنعوا الإسلاموفوبيا بوسيلة الإعلام بالسياسي وبهدول الأحزاب المتطرفة وبالإشي اللي عم بيصير. فحان الوقت إنه لا، لازم نشتغل كلياتنا سوا، وبكفي نحن كمان نرضى بالأقلية. طيب في السويد سريعا زينب، هل تشعرين بأنه هناك وعي أكثر الآن بهذه الظاهرة داخل المجتمع السويدي بالإسلاموفوبيا؟ لا، ما بحس إنه في إنه بالعكس، الإسلاموفوبيا عم شوفه أنا عم ينتشر أكثر وأكثر. اللي بيراقب فعلا وسائل الإعلام والسياسيين والتويتر حتى العالم، يعني انتشر بطريقة يعني الواحد يوصف فيه، والأفكار المسبقة يعني بكفي اليوم. قبل ممكن كان الواحد انه لا لازم يكون في علامات زياده، لا اليوم بكفي تقولي انه انا مسلمه. طيب. وانت اليوم يصير عندك انه لا تطرف، لا نحن بنرفض هذا الشيء، بنطالب انه يصير تحرك بشكل فوري. لازم هيدا الاسلاموفوبيا مثل ما يعني عم بشوف انا شوي انه صار علينا الغرب، صار لازم كمان هيدي حمله التضلل اتجاه الاسلام هي اللي عملت الاسلاموفوبيا، صار لازم تنظيف هيدا الشيء. لازم شكرا لك يا زين. وضحت النقطه تماما. عوده الان الى ضيفتنا السيده رغد التكريتي، لنتحدث عن بريطانيا قليلا. هي يعني الاوضاع ربما مختلفه فيها بعض الشيء عن عده دول اوروبيه، هي متنوعه الاعراق، عدد المسلمين فيها كبير نسبيا او ليس قليلا، دعيني اقول ذلك. في بريطانيا عمدة لندن مسلم، هناك وزراء او رئيس الوزراء هندي، طبعا هو ليس مسلما، ولكن هناك بعض التنوع. امور كهذه هل تدعم مساله قبول الاخر وتخفف من مساله العداء لغير المجهول او من لا نعرفه او من يظهر بانه مختلف عنا في الزي او في الشكل او في العادات؟ هو الحقيقة هذا ما ذكرت، أنه كلما تقدمنا في الصفوف ترين أنه نعرة الإسلاموفوبيا تظهر. فكما ذكرت يعني حتى أنه لسكوتلند، لرئيس حزب سكوتلند الآن المرشح هو واحد مسلم. فالقصد كلما ازداد تقدمنا في المواقع اللي كبريطانيين، لأنه يجب أن نفهم أننا كما قال الأخ، نحن لن نذهب
أي في أي إلى أي مكان. نحن بريطانيون، يعني أنا لا أعرف بلدا غير هذا البلد، وبناتي لا يعرفون وطنا آخر، وكذلك أولادهم. فنحن أجيال ربما وصلنا إلى الجيل الرابع الذي يعتبر بريطانيا هي وطنه، وليس كلاجئ أو نازح أو مهاجر سيرجع إلى وطنه. ولذلك عندما ندخل في هذا المجتمع ونندمج، نندمج اندماج حقيقي. وعندما نطالب، لأنه أنا وجدت أحيانا في التعرض مع بعض المجموعات يرون يعني جزاهم الله خير اللي معطينا بعض الحقوق، يعني يرضون بالقليل لأنهم يعتبرون أنفسهم غرباء، ولكن هذا الشعور ليس عندي وليس عند البقية الذين يشعرون أنفسهم مواطنون بريطانيون سيستمرون في هذا البلد. لذلك حربنا على التساوي المساواة ونبذ العنصرية بكل أشكالها. فأنا أرى أنه نعم نحن يعني الحمد لله في صفوف متقدمة في كل المجالات في بريطانيا، وهذا يزيد من سعار اليمين المتطرف، وكذلك يزيد من انتباه الأحزاب المختلفة. أنا عندما تقدم مثلا روشي سوناك لأن يكون رئيس الوزراء، لو تسمعين الخطاب الإعلامي واليمين المتطرف الذي بدأ يتكلم بعنصرية ضد هذا القرار، كان شيئا يعني لا يعني العقل لا يفهم أن يكون هذا يحدث في بلد ديمقراطي يدعي المساواة، يدعي أنه يحترم حقوق الإنسان. يعني اليمين المتطرف إنجن كيف أنه وصلت الفكرة تماما أسمر. يا أستاذة رغد، أعذرك لضيق الوقت، كل الشكر لك من لندن الأستاذة رغد أتكريتي الرئيسة السابقة للرابطة الإسلامية في بريطانيا، كل الشكر لمن ساهموا معنا عبر الزوم، محمد الأمين، زينب لطيف، وبشير العبيدي، وإيناس العوامي، كل الشكر لكم جميعا. هكذا انتهى وقت هذه الحلقة من برنامج نقطة حوار، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.